خجري ومن اصبر دقيقة فيها ابيات ارددها يا عيال للامانة ما ودي ازعلكم مني لكن هذا حقيقة يا عيال يا عيال خلنا بشوف يقول ويلي الاحمد فهد يقول ويلي على شوفتي الجاد للطرقة والنظرة اللي ضيعني من اولها يكفي من الحزن والحرمان والفرقة وصلت الحاجة اللي كنت ما صلها عليه جرحي تحس هريشة الورقة وانا جروح المحبة ما تحملها ما عقب غيبة صغيرة الدمعة الزرقة ومقابلة وجي ناس ما تقبلها عقب كم كم